التعامل مع الناس. فالقرآن كتاب رب العزة، مرجعية الأمة، تتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بالنفس وبالكون وبالناس. أربعة باش نوصل للمعاملات إن شاء الله تعالى. أما علاقة العبد بالله فهي علاقة عبد مع معبود، هي علاقة عبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا قرأت هذه الآية ارتاح ضميرك وعلمت أن الغاية من خلق الله لك أن تعبده وتكون مرياه، لأنك لو جمعت الهم في هم واحد لارتحت ولأسكب الله الطمأنينة على قلبك. أما إذا صارت همومك كثيرة صرت مشتتا على قدر الهموم التي تحمل. قال الحبيب صلى الله عليه: من أصبح همه الآخرة جمع عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شملة وملأ قلبه شغلة وجعل الفقر بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ولذلك تجد أن الذي جعل همه الآخرة زين مرتاح، الإنسان مرتاح عنده غاية واحدة لها يعمل ولها يتحرك وفيها يفكر وعليها يعادي وعليها يتحابب ومن أجلها يعيش توهادي. أما من صارت همه الدنيا والدنيا أودية شتى، شهوات، نساء، مناصب، أموال، ولدات، زين للناس حب الشهوات من النساء. كم أسقطت النساء من رجال بنين، كم دفعت الأولاد للكفر وأكل الحرام. إنما كثيرا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. المناصب كم أسقطت من ناس يتقاتلون على المنصب، ولو رئيس جمعية من أجلها يكذب ويأكل الرشوة ويخادع ويتآمر مع المتآمرين من أجل منصب فان فان. أما المستبدون أصحاب المناصب الأخرى الكبرى فلا تتحدث، هم يبيعون الأمة هكذا في سوق المزايدة العلنية. لذلك إن شاء الله علاقتك مع السيد ربي أن تقول له: سمعت وأطعت فأنا عبدك وأنت بين خيارين لا ثالث لهما. إن تكون إما أن تكون عبدا لله فتكون مرتاحا وقد جمعت الهم في هم واحد، وإما أن تكون عبدا لغير الله، عبد الهوى، عبد الدنيا، عبد الشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد المنصب، تعيس عبد الشهوة، تعيس عبد الكرسي. أنت واحد من إما عبد ربي إما عبد غير ربي. والآلهة من غير الله كثيرة، وأشد الآلهة خطرا على الناس الهوى. ما عبد إله في الأرض شر من الهوى، أفمن اتخذ إلهه هوى. أفأنت تكون علي وكيلا أم تحسب أن أكثر يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. إذن علاقتك بينك وبين صدر ربي سبحانه عز وجل هي الأساس. فإذا كانت علاقتك مع المعبود علاقة عبادة كما قال عمر وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت حبيبنا طريقنا إلى الجنة أسوتنا قدوتنا يقبلك ما قبلتك. لكنها عبادة.
سواء علمت الحكمة منها أم لم تعلم فأنت عبد، وليس للعبد أمام المعبود إلا أن يقول أطعتك سيدي. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضلال بعيد واضح بين. هذا هو الأساس تاع العلاقات كلها اللي كتجي من بعد. فأية معاملة لا تكون مبنية على أساس عبوديتك لله تكون معاملة مبنية على المصالح العاجلة، فيدخلها النفاق من كل باب. هذا الأساس اللي قلت على المعاملة. احنا بنتكلموا عن الأمانة باش ما نخونوش بعضنا بعض. اش الحديث كيقول لا إيمان لمن لا أمانة له. شكون اللي يحفظ على الامانه؟ شكون اللي يخاف ربي؟ اللي ما يخافش ربي وما يعبدش ربي وما عرفش اللي يلقى الله تعالى ويساله عن ذلك، هذا غادي يحفظ لك الامانه؟ دير الخوان حاميها حراميها. جميع المسؤوليات العامه سيدي في الاسلام بنيه على الامانه. ان خير من استاجرت القود الامين. قوه المؤهلات الثقافية الفكرية البدنية التي تعينك، والأمانة أن تخاف الله وأنت تؤدي المسؤولية. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حافظ اسمه الأمانة والعلمية المؤهلات العلمية في كل شيء في كل شيء. اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الأمانة الأمانة دائما ربك يتكلم عليها. وقول على أي خلق آخر؟ الصدق الوفاء بالعهود كان في أوروبا أكثر من هنا. احنا عندنا آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. احنا عندنا هذه من الآيات ديال المنافقين. كاينة ولا ما كاينة؟ ونعرفوا باللي اللي يكذب بزاف واللي يخدع بزاف واللي ما يأديش الأمانة واللي ما يجيش في الوقت وما يأديش إن شاء الله تبارك وتعالى حق الناس في المواعيد، هذا منافق. على حقاش عندنا هذا الشيء؟ كل شيء الأساس تاعها هو علاقتك مع الله تعالى، لأن الله هو اللي أمرك بها. إلا ما درتهاش راك خالفت أمر الله. ولكن في أوروبا علاش مثلا كيجي في الوقت وداك؟ علاش؟ لأن سيدي ربي قال له لا، أخلاقهم مبناة على المصلحة العاجلة. يقول لك إلا ما جيتش في الوقت غادي يمشي لي الاسم نتاعي في السوق، ما نبقاش نسوقر. يعني الغاية ديال هذا الخلق اللي عندي ماشي ربي هو قال لي وراني نستنى الأجر من ربي لأنني أنا ندير اللي قال لي ربي، قال لي كون أمين. لا، أنا نعرف لو كان ما نكونش أمين وما نجيش في الوقت لوقي اسمع الاسم نتاعي زين سيمحى من السوق. التنافسية الشديدة بين هؤلاء للحصول على الدنيا التي هي ربهم الأكبر تتطلب أن يكون كذلك، قد يخسر جنته اللي هي الدنيا. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية علاقتك مع زيد الكون. العلاقة مع الكون هي علاقة زيد تسخير. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأنهار والنجوم. سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض ما بينهما ما تحت الثرى. خلقتك لي وخلقت كل شيء لك. سخرت لك كل شيء وجعلتك خليفة لي. فاشغل نفسك بما كلفتك وهو أن تكون عبدا لي، ولا تشغل نفسك بما تكفلت لك به وهو الرزق. أنا تكفلت لك بكل شيء وكلفتك بحاجة، تكفلت لك بالرزق، سخرت لك كل شيء. يا بنادم يا كحل الرأس، كل شيء درته لك اليوم، ولكن أطلبت منك غير حاجة، لا تعبدني ولا تشرك بي شيئا، تكون صادق معايا. واسمو نفهمو من هش
أن كل نعمة أسبغها الله عليك إنما أرادها الله أن تكون وسيلة بيدك لتحقيق عبادتك لله، أي الهدف من خلقك. المال اللي أعطيتك والمرأة اللي أعطيتك والولدات اللي زاد عندك لقمان وكل هذه النعم، السيارات والعينين والصحة والفلوس وما عرفت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كما قال الله في سورة إبراهيم، ثم قال في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا الشيء كل شيء لعاش، بس زد تعرفني وزد تعبدني وزد تحبني وزد، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. لو أن رجلا أكرمك بكأس شاي في يوم كنت شديد الحاجة إليه لذكرت تلك النعمة له إلى يوم القيامة، فكيف بمن أوجدك وأمدك بأسباب الاستمرار في الحياة حيا ثم هداك إلى الإسلام، كيف لا تحبه ولا تعبده ولا تشكره؟ إذا واسمه إياه العلاقة الثانية نتاعك مع الكون، واسمه لترسيخ العلاقة الأولى وسيلة زين لمعرفة ربك أكثر حتى تعبده أكثر. حنا تخدرنا العكس، اللي أعطى ربي شي فليسات غير شي فليسات ولا شي وظيفة أي تكبر وينسى سيدي ربي، وتشوف يطلع حضرتك تقول تقع ما 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 ما, ما تقول لي راني تمشى على البيض، يعني تكبر على بنادم ويظلم الناس يا لطيف يا لطيف بنادم كي داير، يا اعوذ بالله، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، غاعطيناك شويه الفلوس صافي تغيط، انما اوتيت على علم عندي، هذا الذكاء ديالي اللي جرى، انا نعرف ندير الحساب، الحساب نتاعك وشحال ما حسبت شيرت لباباك، شنو حساب لعندك؟ ما لا لا نسيت ربك؟ زدت اللي خلقك، درت سيارة ودرت كذا وكجيت جينا في الصيف ديرها الديكابوطابل وتبقى تفوت على عباد الله والبنديري يدزدز على المساكين اللي ما عندهمش، واسمو شكون انت؟ بيدو في بيدو، انت بيدو ولوطو بيدو، بيدو في بيدو. فالنعم ينبغي ان تزيدك تواضعا للمنعم ومعرفة حق النعمة حتى تؤديها وتكن بيدك لكي تستخدمها فيما يرضي الذي أنعمها عليك. عيناك، وكم من إنسان حرم العينين، لماذا لا تبكي بهما من خشية الله وتتدبر القرآن وتنظر في الكتاب المستور والكتاب المنذور؟ لماذا تنظر إلى الحرام؟ لماذا بنعمة الله تعصي المنعم وتدخل النار؟ فرب نظرة إلى الحرام أورثت شهوة وخلدت صاحبها في النار. وذنيك ترشك اللي تدخل لها الله يحفظ الحطب، خونة والسرقة والرشوة والكذو، يلحسون التراب يلتحفون التراب ويفترشون السماء، وترى اش قتلك وعجبك الحال، ما تحشمش، ما فيكش الحياة، هذا خوك. ولك على كل حال ما عندنا ما نقوله، المقصود هو أن علاقتك مع الكون هو زين علاقة تسخير زين لتزداد صلتك برب الكون الذي خلقك. الثالثة علاقتك مع نفسك، أما علاقتك مع نفسك هي علاقة تزكية وتطهير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى زكى النفس؟ أي طهرها من أضران الرذائل والمعاصي ونماها بالطاعات للواحد الأحد. إذا احتقضت علاقتك مع نفسك وزمية علاقة وزمية لتزداد صلتك بالواحد ولكي تكون أهلا لمهمة الاستخلاف عن الله في الأرض وهي العباد. تكون عبد، رخص النفس تاعك ما تغلبكش، إن النفس لأمارة بالسوء،
فأمرها بالشرع وبوازع العقل وارفعها من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة التي تلومك إذا عصيت ربك، علاش درت أخلط رجلك، علاش درت، ثم ارفعها من اللوامة إلى المطمئنة فتطمئن بأمر الله تعالى سبحانه عز وجل. ونمشيو للسؤال تاع الإخوان، المعاملات، وتجي العلاقة الرابعة بينك وبين الناس وهي علاقة زيد، علاقة بينك وبين الناس وهي علاقة المعاملة اللي انتم راكم تهضروا عليها. شوف اخويا، المعاملة مع خلق الله، اسمع اخويا اسمع، المعاملة مع خلق الله ينبغي ان تنبني على الاساس الاول، اسمع الاساس زيد، انك عبد لله. المعاملة زيد مع الناس زيد، شكون يحددها؟ الله اللي انت عبده. ثانيا، ايوا هذا الكون اللي سخر لك سيدي ربي باه غادي يتعامل الناس بالفلوس، بعينيك، بقلبك، بكذا، فعليك ان شاء الله تبارك وتعالى زيد ان تعمل في تلك النعم زيد بما يرضي الله صاحب النعم. والثالثه، هذا النفس نتاعك لن تكون اهلا لكي تعمل في النعم بما يريد المنعم الا اذا زكيتها وصارت نفسك زيد مؤطره من قبل الله لا من قبل الهوى، فتكون عبدا ربانيا انذاك تمشي بين الناس بمعامله الله او المعامله التي يريدها الله سبحانه عز وجل مع خلق الله. وين بدي اقول لكم المعامله ان شاء الله؟ هو المعامله معامله، يقولوا لي المعامله الاولى مام مع ولدي، سبب الوجود ديالك، قضى ربك الا تعبدوا اليه وبالوالدين احسانا، فكانت اول معامله هي اثقل ما في ميزان العبد بعد توحيد الله هي بر الوالدين. وسمعت والله الذي لا إله غيره لو صليت 70 عاما على قدم واحدة بين الركن والمقام وسخط عليك والدك ما نظر الله إلى تلك العبادة أصلا، فرضى الله برضا الوالدين وسخطه بسخطهما. هذا احنا عندنا في الدين، احنا ما عندناش في الدين الدم والدر العجزة ونبلعوا عليها وراهم باكي مع الفيران باش انا والمراه ديالي نتمتعوا، لان المراه ولي ما بغاتليش ما، لان ما ولات شيبانيه ولا بقات معنا غادي ديكوتينا ويا فاتت حياتها وفوتت حياتها، خليني انا مع راجل سيدي الدين لها اغبر باباها. مش هذه احنا كدرنا في المسلمين، هذه احنا كدرنا، هذا غادي يربح زعما، هذا غادي يربح، هذا اللي غلباتو مرتو حتى ولا والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه، يدخل على امه خطرات ويسبها ويبقى يشوف فيها حمر فيها، يقول لها الوالده فين تفهمي انت، قرا عليك انت تفهم اصحاب بقري، انتوما اصحاب بقري. هذه معامله، روح مزيان مع اصحابك، روحك معاهم وروح معاهم القهوه وخلص عليهم 20,000 ريال، امك كثرت انت الوالدة كي تكبروا يكثر فيكم غير البرازي. هكذا الناس تدير مع الوالدين، هكذا الناس تدير مع الوالدين. ولذلك فإن الذي يقرأ تراث السلف الصالح، يقرأ أمثال الأساطير في بر الوالدين كما تربى المسلمون على مائدة القرآن. زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضوان الله عليهم لشدة توقيره لوالدته لم يكن يطعم معها في صحن واحد أبدا. قيل له لماذا؟ قال أخشى أن تسبق يدي يدها لشيء سبقت عينها عيني فأكون عاق لوالدتي. فهمتوا هذا ولا واش فهمتوا؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ المهم تحط لها تاكل وما ياكلش معاها، قال له علاش؟ قال له نخاف يدي تسبق لواحد الحاجه اللي سبقت لها عينها وتحشب وما تقوليش خليها، لان احنا الصوار في التبصيب بنعمين ندخلوا بخمسه ونخرجوا ب20.
كيفاش تختار الدجاجه تبقى تفرفر في السماء؟ هي ميته ومقليه وتبلي في السماء. ما كاين، خلاص طبزي في السماء. هذا منا منا هذا مع الوالده. وهذا كلام طويل، ماشي هذا هو الوقت ديال، ولكن باش يعرفوا الناس المعاملات. من بعد شكون المعامله معاه؟ عامل معاه. أما الزوجة وليك ربي، كي الوالدين تجيك مباشرة الزوجة مع زوجها. ولذلك سيد ربي سبحانه عز وجل سمى المعاملة الولد مع الوالدين بالبر والإحسان، وسمى المعاملة بين الزوج وزوجتك اسمها اسمها إن شاء الله تعالى اسمها ها الرحمة والمودة والمعاشرة بالمعروف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكن وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكيقول سيدنا ربي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا العشرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. إيش بحسبك خيركم هو اللي يكون مع أصحابهم لأهله؟ لا، خيركم عند الله من كان خيرا لاهله، والله لو كان يشهدوا لك على الناس بان انت مخير، والزوجه تاعك تشهد لك بانك متكبر متسلط بخيل جبان، لكانت شهادتها فيك هي الشهاده الصادقه، لانها تتعامل معك عن قرب. اما الاخرون فلا يرون الا صورتك الخارجيه، فانك تظهر في الخارج ما يخفي حقيقتك التي تتبدى واضحه في الداخل. لان مع مرتك ما عندك مدس، عارفاتك خابزاتك عاجناك، ما تخش تكذب على مرتك، كل شيء تقدر تكذب عليهم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الوحي ونزل من جبل الرحمه من غار حراء وراح الى امنا خديجه وقال خشيت على نفسي، خشي على نفسي ان الذي جاءه الى الغار لا يكون ملكا ويخشى ان يكون شيطانا او جنيا، فقالت له لا يا ابن العم والله لا يخزيك الله أبدا. فصارت تسرد خصاله التي سارت ذكر صارت الركبان بذكرها إلى يوم القيامة. فقد إنك لتصل الرحم، شو الخلق شو، وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. اشتغل يا خمسة مرته هي اللي شهدت له. كاينش واحد اللي تشهد له المرأة بهذا الشيء وغادي يمشي باطل؟ والله والو. بصح المرأة اللي تبقى تقول أعوذ بالله أنايا عندي الله يستر منافق، يبين للناس ويبين لحباب وشحال يضحك كيجي هنا يولي عليا غول. أسد علي وفي الحروب نعامة. سيد النبي سئلت عائشة عن خلقه في البيت فقالت كان عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله في بيته فيخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة وزيدا ويضاحكنا ويداعبنا ويلاعبنا، ولكن إذا سمع منادي الله ينادي للصلاة قام وكأنه لا يعرف أحد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يغول في الدار وبرا، اللي يجي يشمتك. هذه المعامله الثانيه مع مرتك، ما نظرش مع النساء، النساء ما كاينينش. ما المراه لو كان حضره نقول لها المعامله ديالك مع راجلك اثقل في الميزان من معامله زوجك لك، لان اعظم الناس حقا على الرجل امه، واعظم الناس حقا على المراه زوجها. هذه العداله ديال الاسلام. المرأة كي تكون ماين تكون هي الطوب. أي الناس أحق بحسن صحة؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. من تكون زوجة أعظم عملها بعد التوحيد هو رجلها. ومن تولي ماين بالنسبة للولد صافي، إذا ما كانش ماين ما كاين والو، ما عندوش الفيزا. الفيزا لسيدي ربي والله ما تمركيها الوالده وتطبع عليها ما عندك فين تمشي. والمراه الفيزا نتاعها حرج لها، ملي يقولوا المراه الفيزا نتاعها حرج لها وحنا رحنا هنا غير رجال، ياك ما حساب لك يعني فيزا مطلقه.
لا لك بالظلم مشيت. أعظم الظلم هو الظلم للزوجة، أعظم الظلم اسمه هم يظلمون. قال الله في الحديث القدسي: اشتد غضبي زيد على من لم يجد ناصرا غيري. المرأة، المرأة، وقال أبغوني في الضعيفين المرأة واليتيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير اسمهم قراعي ديال الزاج، يعني إذا طاحت تهرس غير تقل بها. خلينا بلا الزوج مع الزوج. الثالثة، المعاملة الثالثة زين، الأولى مع الوالدين والثانية مع الأزواج. مع الوليدات كيما لقمان اليوم. إيوا، يقول تعالى في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ولا ينصرانه ولا يمجسانه. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وكان أبوهما صالحا فحفظ الله أمانة الأبناء بصلاح الأجداد فأرسل موسى والخضر لإعادة بناء الجدار الذي كاد أن ينهد فقط للحفاظ على مال اليتامى بسبب صلاح الآباء. اتق الله أيها الأب، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك وليدك. نعم ربي هو علموك لو مزيان، ولكن ما تخافش، ولكن خاصك تكون تخاف سيدي ربي سبحانه وتعالى باش ربي يحفظ لك وليداتك ان شاء الله تبارك وتعالى. وهذا السيد سمى لقمان، وهذه السورة تاع لقمان سبحان الله وردت فيها الاصول تاع التربية ديال الوليدات. نقراها عليكم ان شاء الله تعالى باش تعرفوا المعاملات تاع الوالدين مع الوليدات. الله يجازيه بخير هذه السمية، الله يحفظه ان شاء الله تعالى. قال تعالى في كتابه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
وانهان المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير لا إله إلا الله ربي لا أشرك به أحدا ما أحلى كلام ربي ما أحلى كلام ربي ما أحلى كلام ربي لا إله إلا الله كلها تتكلم عن المعاملات انتم ما جبتوا الموضوع دي المعاملات مع السمية دي اللقمان اللي كلها يتكلم عن المعاملات كيف نربي الأبناء إذا لو كان غادي يكون عندنا الوقت ما نخش نطور عليكم أتقصروا تخرجوا إن شاء الله تعالى القواعد نتاع التربية انطلاقا من صورة لقمان وخاصة من وصايا لقمان لابنه ولقد أتينا لقمان الحكمة قولوا لي الله يرحمك الوالدين اللي ما عندوش الحكمة يقدر يربي وليداته يعطيك الزعاف ريض لنا اسكت لنا ما ديرش هذيك حل عندكم كوميسارية هذه ماشي بيت هذه كوميسارية تربي الرجال وشوي الحكمة شوي الحكمة وشوي الحكمة زين وضعوا الشيء في موضعه كل شيء في موضعه الزعف وقت الزعف العقاب وقت العقاب الثواب في الوقيتة اللي يحتاج الثواب الموعظة في الوقيتة اللي تحتاج الثواب العقل الوقيتة اللي يحتاج يقنع عقليا القدوة لقيت اللي يحتاج الأمر تاع التربية للقدوة فتستجمع كل هذه المسائل التربوية زين لكي تستعملها جميعا في وقتها وحالها وإبانها ومكانها فلو أنك استعملت العنف في مكان كان يحتاج وتحتاج الحكمة أن تستعمل اللين لا أفسد لا ضال وهكذا وهكذا في الحكمة شوية أن تكون عالما بمجال التربية زين وأن تكون عالما زين باستعمال الأسلوب المناسب لتربية أبنائك في المكان والزمان والحق احنا هاش فرطنا فيه هاش احنا فرطنا فيه كاش واحد فيكم اللي يقرأ مثلا المنهاج التربوي نتاع النبي صلى الله عليه وسلم للوليدات كاش واحد اللي يقرأ مثلا تربية الأولاد الشيخ عبد الله العلوان رحمه الله زوجتها المجللة كان اللي يقرأ سيكولوجية الطفل وكيف سيتعامل معه في المراحل المختلفة من ها؟ ها؟ وخلي يقرأها هو قرأها يقدر يطبقها مع وليداته حلا تقرأ شي حاجة ودير الكونتري
احنا يا ريت الكره ما تكونش عارف، احنا اللي يعرفوا هما اللي يديروا الكونتري. ولقد اتينا لقمان الحكمه زيد ان اشكر الله، وشكر الله واسمع معنا نعطيك الحكمه خصك تشكر، ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، ومن يعطيك ربي الحكمه خصك تشكر الله، واسمو هي الشكر تاع سيدي ربي. ان تجعل النعمه فيما يحب صاحبها. شكر اسمو هي ان تستعمل نعمه الله التي انعمها عليك فيما يرضي صاحب النعمه. وليداتك عطاهم الله نعمه، واش خصك ديرهم؟ واش خصك دير؟ خصك توجدهم للامر الذي كلفهم الله به، وهو ان يعبدوا الله ويعبدوا الخلق لله، ان يلتزموا بالدين ويدعوا الناس الى الدين، فتستمر الرساله في نسلك بعد موتك، فانك اذا مت لم تترك احسن ولا افضل من ولد صالح يدعو لك ويدعو الناس الى دين الله. اشكر لله وما يشكر زيد. انا ما اشكر لنفسي، لا درت شي خير ديرها راسك. ومن كفر فإن الله غني حميد. من يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأنك دير النعمة طاعة الله غادي يزيد لك، لا إن شكرتم ليزيدنكم، زيد ويربحك يوم القيامة، يعطيك النعمة وتشكروا عليها واسمه ويزيد لك عليها الأجر. واش هذا خير؟ هذا خير كبير. ومن كفر فإن الله غني حميد. ولا كفرت أنت وبقيت تجحد بالنعم تاع سيدي ربي وما ديرش الطاعة تاع مولانا سبحانه عز وجل، ربي غاني عليك. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لم تشكر الله على النعم، كتجيلها الخيرات من كل جهة، ولكن استغرقت قد أعطيتها الكيف وأعطيتها المعاصي والزينة والفجور وترك الصلوات واتباع الشهوات ونسيان رب الأرض والسماوات. صبع عليهم الحال واسمو واسمو صبع عليهم ما كاين والو. هذا غير في الدنيا، ربي كيعطيك رسائل غير في الدنيا، ايوا في الاخيره منين تمشي وما كاين والو. ايوا وزيدوا زيدوا زيدوا في كالف في الحاجه الاولى واسمو هي، ويبقى لقمان ابني وهو يعظه زيد يا بني لا تشرك بالله اللي هضرنا عليها الاولى، علاقتك مع الله. وحد الله وعبد سيدي ربي. شوف 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 الحكمه، أول حاجة في التربية اللي تبدي وهي تربي ولدك على توحيد الله وعبادة الله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. مش تربي أنت على الدفيش، ربي في الأول عرفه بربي، أقول له ربي اللي خلقك ورزقك وأعطاك وغادي يحاسبك كما قال لك محمد بن سوار لولد أخته عبد الله بن سلم التستوري، قال له منين كانت عنده 5 سنين قال له قل قبل أن تنام 10 مرات مررها على قلبك الله معي، الله يراني، الله محاسبي. فلما انتهت السنة سأله عن أثرها في قلبه قال أجد لها حلاوة حتى أني لا أستطيع مفارقتها، قال قلها سنة كاملة 100 مرة. فلما انتهت 100 مرة وانتهى العام قال كيف تجدها على نفسك؟ قال أجد لها حلاوة. فقال له موجها سؤال استنكاري، إذا كان الله معك والله يراك وتعود إليه ليحاسبك أيشمل بك أن تعصيه؟ قال لا. فأدخل إلى الكتاب حافظ القرآن في 6 أشهر وصار يقوم الليل. أعرف ربي، عرف ولادك سيدة ربي وخليهم. ومن بعد واسمو الوالدين اللي يقول لك ولاد اللي يقول لك ولاد، وصينا الإنسان بوالده باش بدا أبدا ماي وفتني زين اتبع من أنا إلي. يلا شكون ما الصحبة الخيرة المنيبين إلى الله اللي يعاونك على التربية، ومن بعد تقوية الإيمان، إن تكون مثقال حبة من خردل فين ما كنت راه غادي تصيبها يوم القيامة، ومن بعد أقيم الصلاة. علاش ما قالوش آتي الزكاة؟ قالوا واش أقيم الصلاة أمر معروف، لأن الوليدات الصغار ما عندهمش الفلوس، ليسوا أبدا مكلفين بالزكاة. ومن بعد اصبر على ما اصابك، اصبر في الدعوه، ومن بعد ما تكبرش على الناس، لا تصعر خدك للناس، لا تمشي في الأرض مرحة، كن متواضع مع الناس، ومن بعد حتى 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 وصلت القضيه اقصد في مشيك واغضض من صوتك، حتى في مشيك واغضض من صوتك، ومن بعد يعني نتكلم عن النعيم، الم ترى ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض.
لأن القضية بدأت شكر الله تعالى على النعيم، والوليدات من نعم الله التي يجب على الإنسان أن يشكر الله عليها. فإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث حاجات، الأولى هي ولد صالح يدعو. على كل حال الكلام طويل، أنا غادي نلخص لكم قضية المعاملات في كلمة واحدة وحفظوها. الإنسان راس وقلب زين وجسد زين وأخلاق. عقل الإنسان راس عقل وقلب وجسد ومعاملة خلق. خلق واسمه هو الحركة مع الخلق وفق رؤية في العقل وعاطفة في القلب ومعاملة بالجسم. هنقول لكم إن شاء الله. بالنسبة للرأس في العقل، المعاملة نتاع الرأس وديال العقل فيها زوج. ما تضبط العلاقة العقل مع الله ومع المخلوقات، واسمو هي المسؤولية ديال العقل ديالك. حق الله على عقلك واسمو هو زين. ما صدر ربي سبحانه وتعالى واسمو لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا محمد رسول الله. واسمو أن تعرف الله بالنعيم ديالو وبالعذاب ديالو وبالرحمة ديالو وبالآيات ديالو. تفكر فاش فاش تفكر فاش تفكر في آيات الله المقروءة والمنظورة. هاي المعاملة ديال العقل مع ربي ومع الناس واسمو. تفكر فاش فاش تفكر في مصالح الناس. تفكر في صالح مع ربي، تفكر في خلق الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومع بنادم نفكر فاش فاش في مصالح الناس وما ينفع الناس. ما نمشيش نفكر فاش كي ندير نطيح خويا، كاين اللي الكامل هو يبرمج ويهندس كي يدير يطيح خويا. خصني نمشي عند كذا ونعطي لفلان كذا ونراوغ فلان باش نطيح على فلان. اللي كامل هو يفكر غير كيدير يخون من الامه وكيدير يكذب على الامه وكيدير. عقله شغال على من؟ كيف يضر الامه؟ والعياذ بالله. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لك السنتهم احلى من العسل وقلوبهم والعياذ بالله. لطيف لطيف. قلوبهم قلوب الذئاب. ها العقل عطيتكم المعاملة ديالو مع ربي، يتفكر في آيات الله ليزداد معرفة بربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع الناس الذين يحملون هم الأمة ويفكرون في إيجاد الحلول لما تعيشه الأمة من أزمات لإخراجها من عنق الزجاجة في المجال الفكري والثقافي والاقتصادي والإعلامي والسياسي حتى تأخذ الأمة الريادة التي أرادها الله لها. هذا الأول. لا، القلب. القلب عنده زوج. المعاملة ديال قلبنا مع ربي أن نحب المنعم الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توبة. وعلاقة القلب مع الناس واسمه أن تحب الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس. ها المعاملة ديال القلب مع الناس. ما تحسدش، ما تبغضش، ما تكرهش خوتك المؤمنين.
قلبك يكون بيض إلا منت الله بقلب سليم. خيركم كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا علمنا من هو صدوق الفم مخموم القلب. قال قلب المؤمن الذي ليس فيه غل ولا حقد ولا بغي لأحد من أهل القبلة. ما هذا القلب؟ وشو باقي؟ الجسد. الجسد علاقته مع الله واسمه زين. الإخبات لله، لين الجوارح في طاعة الله، ركوعا سجودا لسان ذكرا معك لا إله إلا الله محمد رسول الله. نزيدوا لسان هذا وضع مهم مع الله، كثرة ذكر الله وأنعم الله، اذكروا نعمتي. ومع الخلق تذكير الخلق بالله، الإنسان مع ربي ذكره، ومع النساء ومع الناس تذكير الناس بالله. ذكر وتذكير، ذكر اللي هي الفوق، تذكير مع الناس. وتبقى الخلق، الخلق مع صدر ربي سبحانه. ما اسمه هو الخلق اللي مع صدر ربي سبحانه؟ الخلق ما اسمه؟ استحضار مراقبته. فاعبد الله على جهة المشاهدة كأنك تشاهده، فإن لم تصل إلى هذه المقام فاعبده على جهة المراقبة. لإحسان تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى على كل حال فهو يراك. ما يغيبش عليك نظر الله تعالى لا في الليل ولا في النار ولا في البر ولا في البحر. ربي راه معك ويشوف فيك وعندك عندك عندك ها. والمخلق والخلق والأخلاق مع الناس مع سيدي ربي، استحضار سيدي ربي ومراقبته، ومع الناس اسمه البدن مع الناس زين. يقولوا لي السعي في خدمة حوائج الناس. نعاود لكم هذه الثمانية، نعاودها. العقل مع ربي أن تتفكر في آيات الله وخلقه لتزداد معرفة الله. العقل مع الناس أن تفكر فيما يصلح الناس لإخراج الأمة مما يتضايق منه الناس في مجالات الإعلام والتربية والاقتصاد والعلم. كلش 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 نمد العقل. القلب محبة الله مع الناس، محبة الخير الإنسان، ذكر الله وتذكير الناس بالله. والبدن الإخبات في طاعة الله والمشي في خدمة عباد الله. والخلق استحضار الله ومراقبته في السر والعلن. زيدوا الخرى مع الناس اسمه السعي في قضاء حوائج الناس وخدمة الناس. هذه هي المعاملة بصفة عامة بالنسبة للإنسان ككل. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.